يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبارك في كل من أتى هنا وحضر معنا أجمعين، وأن تبارك يا رب في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سعدت كثيرا بدعوة قناة فرسان التحدي لكي ألقي كلمة صغيرة عن القرآن الكريم وعن ثمرة حفظ القرآن الكريم، لأنني علمت بأنهم يقومون بنشاط تحفيظ القرآن الكريم، وهذا أمر جيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. الحقيقة القرآن الكريم يا إخوة أمره عظيم، والاعتناء به أمر عظيم. الأمة كانت قبل القرآن الكريم كانت رعاة للغنم، ولما يعني نزل عليها القرآن الكريم وتمسكوا به واعتصموا به تحولوا من رعاة للبقر والغنم إلى سادة وقادة للأمم. سبحان الله العظيم. القرآن الكريم يا إخوة يعني فيه كل الخير ويحذر من كل شر، والقرآن الكريم يا إخوة فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سبحان الله العظيم. وانتبهوا معي جيدا أيها الأحبة الكرام، أنا مش هطول عليك كتير علشان خاطر أنت أكيد عارف عايز تعرف إيه هي التفاصيل بتاعة النشاط والتحفيظ والكلام ده، ولكن أنا يعني إن شاء الله يعني أقول لك كلمة صغيرة عن القرآن الكريم. أولا، ما هو القرآن؟ أنت هتحفظ قرآن مش كده ولا إيه؟ طيب يعني إيه هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ ممكن واحد يقول لي أنت جاي تقول إيه؟ ما إحنا عارفين إن القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب بس اسمع معايا وصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يا أخوة، وانتبهوا معي جيدا، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه، المكتوب إلينا في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. خلاص، يبقى هذا هو القرآن الكريم. طيب، القرآن الكريم أول سورة أو أول آيات نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية نزلت في هذا القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سورة البقرة. خلاص، في يعني آية في سورة البقرة. طيب، القرآن الكريم يا إخوة إحنا بقى عايزين يعني سبحان الله العظيم. طب أنا هحفظ القرآن أنا هستفاد إيه؟ سبحان الله العظيم، أنت هتستفاد الكتير قوي. هتستفاد أولا أنك تحمل كلام الله في صدرك، وفي أشرف من كده وفي أجمل من كده وفي أجل من كده. سبحان الله العظيم. خلي بالك، أنت لما بيكون لك أب مسافر أو أخ أو أخت أو زوجة ليها زوج مسافر أو أم ليها ابن مسافر وبيبعت لها برسالة، أو حتى والله لو مش مسافر وجات لك رسالة على الواتس أو على الموبايل أو على الكلام ده، بتهتم قوي إنك تفتحها وتشوف فيها إيه. ولو رسالة من أخ غالي عليك جدا بتفضل بقى تحفظها وتعمل لها نجمة مميزة وتعيد وتزيد في قراءتها وتبقى فرحان بيها جدا. طب هذا للمخلوق، فما بالكم بالخالق. القرآن الكريم رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا،
أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إياها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لما أحفظ القرآن الكريم أنا أحمل كلام الله في صدري. يعني سيدنا عثمان بن عفان كان يحمل المصحف ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي الله، وكان يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. يا سلام على الكلام، يا سلام على حب القرآن. طيب ثانيا أنا مستفاد إيه؟ أنت مستفاد حسنات بلا حدود. ليه؟ حضرتك بتحفظ مش كده؟ بتردد ورا المحفظ وبتراجع وبتردد ورا نفسك، وتقعد تجيب الآية تكررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين تروح تسمعها للمحفظ، وبعدين تروح تراجعها تاني، وبعدين تروح تسمع غيرها تاني وتحفظ تاني وتكرر وتعيد تاني، يبقى حسنات بلا حدود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. احنا محتاجين لكل حسنة يا جماعة، ممكن حسنة واحدة تدخلنا الجنة، ممكن فقدان حسنة واحدة تدخلنا النار والعياذ بالله. يبقى انت هنا نمرة اتنين معاك حسنات بلا حدود، مش كده ولا ايه؟ نمرة تلاتة القرآن يعني يزيد القلب إيمانا بالله سبحانه وتعالى. القرآن يزيد القلب إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا تدبر القرآن. يعني ده أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله الله، يبقى حضرتك لو عايز القوة، خلي بالك الآيات دي نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج قوة في بداية الدعوة عشان يواجه أهل الباطل. حضرتك لو عايز قوة، لو عايز قوة على الفتن، عايز قوة على مواجهة الذنوب والمعاصي، عايز قوة عشان تنتصر على النفس الأمارة بالسوء، يبقى عليك بالقرآن ترتيلا وفهما وحفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا. سبحان الله العظيم. يبقى ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. أولا أنت تحمل كلام الله في صدرك، ثانيا أنت تأخذ حسنات بلا حدود، ثالثا أنت تقوى بهذا القرآن. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معلش سامحوني أنا بجري بسرعة وبتكلم بسرعة عشان الوقت، عشان ما اخدش من وقت غيري، وأنا هنشط اللقط وارجع سريعا نكمل بإذن الله. يبقى ثلاثة القرآن يقويك على تحدي الذنوب والمعاصي وعلى مجاهدة النفس، خلاص كده، ورتل القرآن ترتيلا، ويعينك على مواجهة الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب القرآن الكريم، ها خلي بالك معايا، القرآن الكريم يفرق بينك وبين أهل الباطل. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله أكبر، الناس العلمانيين، الناس اللي بيقولوا ما فيش حساب ولا عذاب، إنما الأرض يعني ما هي إلا بطن تدفع وأرض تبلع، الناس دول، الناس اللي بيواجهونا أهل الباطل، عايز يبقى في بينك وبينهم حجاب، عايز ربنا ينصرك عليهم، اقرأ القرآن واحفظ القرآن. سبحان الله العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا هذا القرآن نصرة منه وتأييد. سبحان الله العظيم. طيب خلي بالك معايا وانتبه إلى هذا الأمر، والقرآن الكريم لما أنت تحفظه خلي بالك يبقي عقلك سليم حتى ولو بلغت الستين والسبعين والثمانين. وقال بذلك كل العلماء والدعاة ويعني مشايخنا وقرائنا الذين اهتموا بالقرآن الكريم. سبحان الله العظيم، يعني كبروا وعقولهم فيهم، ما فيش حاجة بقى اسمها الإصابة بالزهايمر ولا إصابة بخرف الشيخوخة ولا الكلام ده كله. الذي يحفظ القرآن فهو يردده كثيرا، فتبقى العقل وخلايا العقل حية تنبض بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي يحفظ القرآن يا إخوة يعطيه ربنا صحة ويعطيه قوة في البدن. نعم والله يعطيه قوة في البدن، وأنا أعي ما أقول جيدا، إذا حفظت القرآن يعطيك الله قوة في البدن، لأن طاعة الله أصلا قوة للبدن. أنت بتقول إيه؟ أيوة والله طاعة الله فيها قوة للبدن زي ما هي قوة للروح. سبحان الله العظيم. متخلي بالك معايا وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا هود قال لقومه إيه؟ قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويمتعكم إلى أجل مسمى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم إلى أجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. سبحان الله العظيم. يبقى شوف قال لهم إيه، ويا قوم استغفروا ربكم حاضر ثم توبوا إليه
ليه بقى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يبقى الاستغفار طاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا كان الاستغفار فيه قوة فما بالك بالقرآن الكريم. سبحان الله العظيم، وأنا لسه قايل لك من شوية قوة على مواجهة الفتن. الله أكبر، الله أكبر. يبقى خلي بالك بقى معايا، طب القرآن الكريم يا إخوة لما نحفظه، السؤال بقى الأخير، طيب أنا بتواجهني مشاكل وأنا بحفظ القرآن، واحد يقول لي مثلا والله انا مشكلتي النسيان بسرعه، والتاني يقول لي انا مشكلتي ان انا بس والله يعني ايه يعني بلاقي حاجات صعبه في القران ما بفهمهاش فايه بتوقف عن الحفظ، والتالت يقول لي والله انا مشكلتي الفتور ان انا عندي فتور. سبحان الله العظيم. طيب يبقى تعالى نقف مع هذه المشاكل، وان شاء الله لو احتاجنا ان احنا نقف مع ده بالتفصيل في مناقشه مفتوحه نبقى نعمل ده ان شاء الله. اللي بيقول لي انا مشكلتي النسيان، اقول لحضرتك والله انت علاجك التكرار، علاجك ان انت تدي القران حقه وان انت تركز في القران كويس. ما ينفعش حضرتك تبقى بتحفظ القران وسايب الواتس مفتوح، سايب الموبايل مفتوح، وسايب الفيس مفتوح، تويتر مفتوح، تجي لك رساله من هنا ومكالمه من هنا لا حضرتك لما تيجي تحفظ القران اغلق الهاتف تماما واقطع الشواغل. مريم لما جاءت تعبد ربها، شوف ربنا قال ايه، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، مكان بعيد، فاتخذت من دونهم حجابا. الله اكبر. يعني اذا لما تيجي تعبد ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش تعبده وتحفظ وانت وسط دوشه، ولا والتليفون جنبك والرسائل عماله تجيلك من هنا ومن هنا، ما انت هيبقى عندك فضول انك ترد. فاوعى، اياك والقواطع والشواغل، خلي بالك من الامور دي كلها كويس قوي. خلاص. طيب التاني اللي بيقول لي انا مشكلتي والله ان انا يعني انا بحفظ بس مشكلتي ان انا بلاقي كلام صعب وبعد كده بقف، يعني مثلا يقول لي يا مولانا ما اعرفش يعني ايه حصحص، ما اعرفش يعني ايه صياصيهم، يا مولانا ما اعرفش يعني ايه مثلا مخمصه، ما اعرفش يعني ايه مثلا لينا او جفتم، الكلام ده مولانا صعب عليا. اقول لحضرتك علاجه ان انت تتدبر ما تحفظ، علاجه ان انت يكون معاك تفسير ميسر زي تفسير السعدي. تفسير السعدي ده من اروع ما يكون للمبتدئين والله، وتحت المبتدئين كمان، وجميل جدا. ولو عايز تعلى شوية يبقى عليك بأيسر التفاسير لكلام العلي القدير لأبو بكر الجزائري، من أروع التفاسير، وفيه هداية للآيات، كلام جميل جدا، وفيه شرح المعاني الكلمات، يعني عايز أقول لك تفسير رائع 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 للغاية ومعاصر. سبحان الله العظيم. يبقى حضرتك يلي بتقول أنا مشكلتي الكلمات الصعبة، إن حضرتك عليك أن تتدبر ما تحفظ القرآن، ما تحفظ عليك إن أنت تتدبر. وعليك حاجة كمان مهمة جدا جدا جدا، الربط ما بين الآيات يا جماعة أمر مهم. يعني مثلا واحد يقول لي إحنا بنحفظ مثلا إيه، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول لي حفظت الآية دي يا مولانا، أبص ألاقي الآية اللي بعدها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول لي مفيش ترابط، مفيش علاقة خالص. أقول لك لا حضرتك لازم تربط ما بين الآيات، في علاقة. خلي بالك هو ربنا لسه قايل إيه، بشيء من التركيز هتعرف تربط. ربنا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا، أدي الآية. هناك بعدها على طول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خلي بالك، فأما الذين آمنوا اللي هو قال عليهم في الآية اللي قبلها وبشر الذين آمنوا، هنا بقى بيبين لك أنا ببشرهم ليه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الله، شفت بقى الذين آمنوا هنا وهنا. يبقى حضرتك بشيء من التدبر بشيء من التركيز تربط ما بين الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى مع الاستعانة بالله ثم بأحد التفاسير اللي أنا قلت لك عليها، بفضل الله الأمر يكون ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي حضرته بيقول لي مشكلتي الكلمات الصعبة، حضرتك يبقى معاك تدبر، يبقى معاك
الربط ما بين الآيات، يبقى معاك التفسير ومعاك المحفظ اللي هيحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل لما يديك مثلا الربع أو الصفحة اللي هتحفظها، اقراها عليه وقول له والله دي معناها إيه، الكلمة دي معناها إيه، فيقوم هو يقول لك الكلمات الصعبة. فلما تيجي حضرتك تحفظ بإذن الله الأمر يكون إيه، سهل وميسور بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى للتالت اللي هو، ودي شكوى لمعظمنا، يقول لك انا مشكلتي الفطور. بيقول لي بص بقى يا عم هشام، انا ببدا قوي جدا، انا ببدا يعني عندي عزيمه، مش هقول من نار لان ربنا ينجيني واياكم من النار، لكن عزيمه من ايه؟ من حديد. وبعد كده في النص اتعب بقى ويجي لي الملل. اقول لك ده شغل الشيطان، ده شغل الشيطان، لان انت عارف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال لسيدنا موسى، قال له ايه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خلي بالك بقى معايا، أقم الصلاة لذكري. في الصلاة حضرتك بتقرأ قرآن، في لما بتيجي حضرتك مثلا تقعد تفتح المصحف وانت بتحفظ بتقرأ قرآن، الشيطان عايز يصدك عن القرآن وعن الصلاة وعن الذكر، خلي بالك. فانت لازم تنتبه يا صاحب الفطور، انتبه. ايضا عايز تعالج الفطور ده، خلي بالك معايا، اعلم ان الموت يأتيك فجأة، قول ما يصحش اموت وانا لسه ما ختمتش كتاب الله. ايضا عشان تعالج الفطور تذكر حلاوة الاجر. يعني مثلا لو طالب في الثانوية العامة ونفسه يطلع الاول، ايه اللي بيخليه يذاكر؟ المكافآت والمحفزات والتشجيعات، وانه بيقعد يفتكر هو لسه في اول السنة، ويقعد يفتكر يا لما اطلع الاول على الجمهورية والناس تقول اسمي واتنطط في التلفزيونات وفي الفضائيات وهنا وهنا، ويجي لي تكريم بقى ومش عارف ايه، يفضل يفتكر حلاوة الاجر، فايه يزيده نشاط على نشاط. يبقى حضرتك لما تتذكر حلاوة اجر تالي كتاب الله وحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى الامر يزيد لما تتذكر ان انت هتبقى في الجنة. لا مش في الجنة وبس، لا لما تتذكر ان انت هتبقى في اعلى مكان في الجنة في الفردوس الاعلى. لا 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 لا، ارجع 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 ورا شوية. لما تتذكر ان انت في الدنيا هتعيش بصحة جيدة وعقل جيد، لما تتذكر ان انت هتقدر تقاوم الفتن بالقرآن، وربنا هيفرق ما بينك وما بين اهل الباطل بالقرآن، زي ما ربنا هو اللي قال، زي ما لسه لما قريت لك من شوية، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى لما تتذكر ده كله، ولما تتذكر ان انت في القبر القرآن يؤنسك، ولما تتذكر ان انت يوم القيامة ها البقرة وآل عمران تضلل عليك، ها ومش هتعيش في حر الشمس ولا ظل الشمس، لما تتذكر ان انت ممكن تكون تحت ظل العرش، لأنك ممكن تقرأ آية من كتاب الله فتبكي، هي دي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والقرآن أعظم الذكر. لما تتذكر ان انت هتبقى تحت ظل العرش، يعني مش هتعاني من أهوال يوم القيامة، لما تتذكر ان انت هيقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يبقى حضرتك ايه؟ يبقى حضرتك تحفظ، وأول ما يجيلك فتور تتذكر هذه الأشياء، فالعزيمة تقوم وتنشط مرة أخرى. وعايز تعالج نفسك، عليك بصحبة الصالحين، أوعى تحفظ لوحدك أبدا، لأنك لو حفظت لوحدك الشيطان هيستأثر بيك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لكن لما تكون متحد مع ناس، الاتحاد قوة، فعليك بالجماعة، عليك بصحبة صالحة. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إيه، قال له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ يريدون وجهه. يبقى حضرتك عليك بالصحبة الصالحة، عليك بتذكر حلاوة اجر حفظ وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، عليك ان انت تتذكر هذه الاشياء جيدا بفضل الله سبحانه وتعالى، الامر يسهل ويكون طيب باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عندي كلام كتير، ولكن عشان الوقت لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في القران العظيم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على حفظ كتاب الله. عليك بالدعاء. في النهايه بقى قبل ما اختم واسيبك، طيب الاشياء التي تعينني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، اولا خلي بالك معايا، الاخلاص. يعني لو صدقت الله، الله سبحانه وتعالى يصدق. الاخلاص، النيه،
انك تقول انا هحفظ لوجه الله سبحانه وتعالى، مش عايز رياء ولا سمعة، ولا يقول الشيخ فلان ولا الحافظ فلان ولا المعلم فلان ولا ها لا، انا عايزك تحفظ علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، بنية انك تحفظ كتاب الله من التحريف. انت عارف دلوقتي في كتب بتنزل محرفة، محرفة للقرآن والعياذ بالله، فانت بنية ان انا احمل القرآن، يبقى الاخلاص. نمرة اتنين، ترك الذنوب والمعاصي. سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه حباه الله بذاكرة قوية، فضعفت يوما ما، فذهب إلى شيخه وكيع، شكى له الأمر، قال وكيع لعلك وقعت في ذنب أو معصية، فتذكر الإمام الشافعي وأنشد هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. يبقى نمرة اتنين التوبة وترك الذنوب والمعاصي فورا. نمرة ثلاثة طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن خلي بالك ربنا قال إيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وأنت عايز الأمر يتيسر لك، فسنيسره لليسرى. الله أكبر. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نمرة أربعة عليك بالصحبة الصالحة. نمرة خمسة الدعاء، قل: اللهم حفظنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم ارويني بالقرآن، اللهم اسقني القرآن. ها الدعاء. نمرة ستة عليك بالصحبة الصالحة، زي ما قلت لك الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يثبته في صدورنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله قارئ وبركاته. الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل